بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره، اوعدكم انها خطيره ان شاء الله. هنعمل وصفتين في منتهى اللذاذه وسهلين في الفرهده اللي احنا فيها دي. عايزين نعمل اكل سريع كده. اول وصفه هنعمل مكرونه بالفراخ، شويه مكونات لطيفه طعمها تحفه، هتنبسطوا منها جدا. شويه فراخ كده حبه صغيرين، وهقول لكم ايه الطريقه وكل الحركات، وهتطلع معاكي الغدا ايه تمام. لو لسه مش عارفه تعملي غدا ايه يبقى عليكي بالمكرونه دي ان شاء الله. الوصفه الثانيه هنعمل كيك الموز بالشوكولاته، تحفه. دايما بيتبقى موزتين ثلاثه كده في الاخر بيتهروا ومحدش بياكلهم، يا اما بنجري بيهم على طول على الفريزر يتجمدوا ونعملهم ايس كريم، او ممكن النهارده نحطهم في الكيك نعمل وصفه كيك خطيره، هتنبسطوا منها جدا ان شاء الله. يا رب الحلقه تعجبكم. طبعا احنا معاكم على الهوا النهارده، واستاذه سموره هتنزل لكم الارقام عشان تنورونا بتليفوناتكم تحت امركم في اي سؤال. هنبتدي على طول بعد هنعمل اول وصفه مع بعض، شوط مكرونه بالفراخ وشويه توابل لطيفه طعمها حلو جدا جدا، هتنبسطوا منها قوي، خصوصا لو مش عارفه تعملي غدا ايه دلوقتي وعايزه حاجه كده في السريع وطعمها لذيذ. تمام، واحنا طبعا على الهوا يا استاذه سموره، ارقام التليفونات بقى تنزل لكم حالا وتكلمونا تحت امركم في اي سؤال. ايه بقى القصه؟ بصوا، انا معايا فراخ، اي بقى حاجه، صدور وراك براحتكم، ومتقطعين صغير الكميه اللي انتوا عايزين تقطعوها، ما فيش مشكله. دول حبه كده كانوا عندنا في الثلاجه في الفريزر وطلعناهم وقطعناهم حتت صغيره، وراك على صدور. تمام، معانا كمان مكرونه محمره صغيره، انا حطاها في الحله هنا جنبي علشان ايه، اتحمرت واخدت لون حلو بدل ما نقعد نحمرها مع بعض واضيع وقتكم في الحلقه. فانا معايا هنا اهو، هاتيها لنا يا استاذه سموره، شويه مكرونه، كيس من المكرونه اللي هي المرمريه الصغيره دي متحمره. تمام، اهو الحله مفتوحه اهي يا استاذه سموره. تمام، وهنحتاج كمان مع المقادير بقى ايه، معانا بصلايه كبيره متقطعه صغير، معانا فلفل رومي اخضر متقطع صغير، معانا 3 معالق كبار من معجون صلصه الطماطم، كوبايتين من الطماطم المضروبين في الخلاط. تمام، 3 فصوص من الثوم المفروم، ملح وفلفل، معانا كمون، بابريكا، كزبره، كاري، حبهان. بصوا البهارات دي اللي متوفر منها حطيه، مش متوفر خلاص ما فيش مشكله. معانا كمان 7 بهارات، وطبعا ميه سخنه علشان الكلام الحلو ده كله يستوي مع بعضه وبس خلاص. وصفه ظريفه جدا، وشويه المكونات دي هي معانا البصل والثوم والفلفل الرومي الاخضر، ومعلقه كبيره او معلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم مع الطماطم المضروبه في الخلاط، وشويه توابل بقى، كركم، كاري، حبهان، بابريكا، كزبره. التوابل اللطيفه دي هتعمل طعم حلو جدا للفراخ وللمكرونه. تمام، وبس كده هنحط شويه زيت الحله كده. عايزه اول حاجه انزل بالفراخ، الفراخ متقطعه كده مكعبات، انا هحطها في الزيت واطلع اجري. اول حاجه الفراخ علشان انا عايزاها تستوي، ايه الدخان ده كله. والله الفراخ في الحله وهي بتتشوح كده ريحتها جميله قوي، خطيره. اهو عشان متقطعه مكعبات صغيره هتلاقوها على طول اخدت لون واستوت، خدت تشويحة حلوة كده اهو. هنوسع بقى كده مكان ونحط بقى بصل وفلفل رومي اخضر ونقلب.
هحط عليهم بقى ايه برضو رشه ملح وفلفل، ملح وكمان ملح وفلفل، ونكمل تقليب الفراخ مع البصل والفلفل الرومي والملح والفلفل. طبعا الحله كانت سخنه جدا، فانا ايه حطيت الفراخ واستنيت عليها تاخد الصدمه اللي انا عايزاها وتدخل في التسويه قبل ما احط البصل والفلفل. انا طبعا رشيت الملح والفلفل الاسود، هتبتدي بقى ايه الخضار ينزل ميته وكمان الفراخ هتنزل ميتها، كل ده مية مية. بعد ما تنزل ميتها كده احط بقى الثوم بامان، فصين من الثوم، انا محطتوش في الاول علشان ما يتحرقش ويتلسع، وده مش هيبقى حلو خالص، احنا عايزين نحس بطعم الثوم من غير ما يتلسع. نقلب كده، الله على الريحة خطيرة. ونحط بقى ايه كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، نحط شوية كزبرة كده وكاري، كركم، الكركم والكاري وخصوصا الكركم يا جماعة، وهنا بابريكا مفيد جدا جدا جدا، ودي شوية بهارات مشكلة، حبهان، يعني لما يبقى قدامك فرصة تحطي كاري او خصوصا الكركم، انا اسفة الكركم، في اي وصفة في رز في مكرونة ما يعني ما تتردديش ابدا، تابل مهم قوي واحنا بنتجاهله خالص مع انه هو مهم جدا. اهو كده بصوا الفراخ مع التوابل ريحتها ملهاش حل. وانا طبعا محمره المكرونه زي ما قلت لكم، مكرونه صغيره اهي، هنزلها كده بعد ما شميت التوابل بقى وكل الفراخ كده دخلت مع بعض، هقوم ايه كده اهو مقلبه بقى الكلام الحلو ده. طبعا ممكن ما تحمريش المكرونه، بس لما تتحمر هتبقى احلى بكتير كده. واخر حاجه بقى معجون صلصه طماطم كده، ومعانا طماطم مضروبه في الخلاط، وكمان معانا استاذه منال. الو اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذه مروه. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يسلمك، احنا بنشكرك على وصفاتك اللي حبيبتي والفراخ المقرمشه، انا كانت 100% يا حبيبتي الف هنا وسهلا. حضرتك حطيتي عليها بيكنج باودر، لو حطينا عليها بيكنج باودر يجي لحاجه؟ مفيش مشكله، انت عايزه تحطي بيكنج باودر على ايه؟ على التتبيله يعني؟ على الدقيق وال مفيش مشكله والنشا. حلو قوي، مفيش مشكله. انا مشكورك جدا هتبقى جدا جميلة. انا جربت كتير من وصفاتك حبيبتي، وبصراحه انا السنه دي بس اول مره اتابعك، بس ما شاء الله الله اكبر كل وصفاتك ناجحه معايا. ده انا اتشرفت قوي قوي يا حبيبتي، وده من شطارتك. الفراخ المقرمشه والبطنسليه يا ولد يا جامد، الديفور اللي حضرتك عملتيه في العيد بصراحه ناجح 100%. حبيبتي حبيبتي تسلم. واحلى حاجه ان الواحد يجرب وصفه وتنجح ما يرمهاش. ايوه حبيبه قلبي، انا متشكره قوي. تسلم ايدك، وانا اتشرفت جدا بتليفونك يا حبيبتي، دايما في نجاح على طول. على الله طول الله يخليك، هستناكي تكلمينا دايما، بشكرك قوي. انا بعد كده في الاخر حطيت ميه سخنه علشان بقى المكرونه تستوي وتبقى خطيره، بس كده ممكن بقى ندوقها ونطمن ان الملح والفلفل مظبوط فيها وكله مية مية. وبعد كده لما بتتشرب بنوطي العين خالص ونغطيها زي ما بنسوي الرز بالضبط. لمدة ربع ساعة هنلاقي المكرونة استوت وفلفلت لونها محمر شوية، الخضار باين فيها وطعم الفراخ خطيرة خطيرة. واحنا عاملين طبعا طبق هناك حلو قوي، استاذة سمورة هتجيبه لكم حالا. اخر
جيت انا جيت. هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، وصفه كيك بالشوكولاته والموز، اخر لذيذه برضو، جميله جدا وسهله، نقدر نعملها كده قالب الانجليش كيك اللطيف ده، وبرضو ناكلها بقى الولاد ياكلوها بدل الشوكولاتات والحاجات دي مع كوبايه شاي، كوبايه شاي بلبن، هتنبسطوا منها قوي ان شاء الله. احنا على الهوا، الحقوا كلمونا قبل ما الفقره تخلص. ماشي اهو، انا معايا كوبايه ونص من الدقيق، تمام؟ عايزين بس نعاير بنفس الكوبايه بقيه المقادير كلها. كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من السكر، تلت كوبايه زيت، تمام؟ تلت كوبايه زيت، تلت كوبايه دي يعني ربع كوبايه وعليها معلقه كبيره، يبقى تلت، تمام؟ معانا اربع موزات او ممكن تلاته كمان، مفيش مشكله، تلاته موز كده حلوين، يكونوا لو مستويين يبقى يفضل يعني. معانا تلات بيضات، طبعا معلقه صغيره من الفانيليا، معانا تلت كوب من الكاكاو الخام او ممكن ربع كوب مفيش مشكله، من الكاكاو الخام يكون نوعه كويس، تكوني مجرباه وعارفه ان هو حلو معاكي في الكيك علشان يعمل لنا طعم شوكولاته ظريف، تمام؟ هنحتاج معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج سودا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام؟ بس كده. هنعمل بقى وصفه خطيره هتنبسطوا منها جدا. اول حاجه هعملها عايزه اهرس الموز، ومعانا ام حماده. الو، اهلا وسهلا. الو مروة، اهلا بيكي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل يا سنه رب دايما. طيبه وحضرتك طيبه يا حبيبتي، تسلمي من ذوقك. حبيبه قلبي الله يخليكي. اذا تعملينا مذبح الحلويات بتاع المذبح ده، الحلويات طبعا طبعا، ده احنا داخلين، امال ايه حلويات المذبح ده، انا بحبها حب. طلبه منك طلب. عينيا، انا عايزه اديك اللي على الثلاجه بقى ضحي بيه. اديك اللي ده منورنا والله، صامت وغامض ومحدش عارف هو باصص فين. ده واقف كده ولا اهم حاجه. يعني ما احنا مش عارفين هو باصص فين وماله، بس هو منورنا في البرنامج يعني. حبيبه قلبي يا مروه، منوره الدنيا كلها. من ذوق حضرتك والله، اتشرفت جدا، وكل سنه وانت طيبه، متشكرة قوي. أنا ههرس الموز بالشوكة كده اهو. طبعا أنا متخيلة ممكن يكون حد دلوقتي مثلا بيشوفني فيقول لي الله، طب افرضي أنا ما عنديش موز مستوي، ما أعملش. لا طبعا عادي جدا، اهرسي الموز واعملي كده اهو. عايزين بس كده نهرسهم حلو كده. أنا أصلا الموز اللي معايا ده مش مستوي قوي، موزتين، وناخد موزه كمان عشان يبقوا ثلاث موزات يعملوا لنا كيك خطيره اهو. ممكن بقى لو عندك الهرسه بتاعه البطاطس دي هتهرس لك الموز برضو على طول اهو. ادي الموز المهروس معانا وزي الفل، نحطه كده على جنب كده اهو، ونجيب بقى البوله الكبيره، ومعانا المضرب الكهربائي عشان يسهل علينا الحكايه. ممكن نعمل بالمضرب اليدوي، بس هو المضرب الكهربائي بينجز معانا بسرعه. انا يا استاذه اوديها فين؟ ما انا عايزاها انا دي يا استاذه، يا استاذه سمر، ما انا عايزاها دي، سند عليها ال تلات بيضات اهو، هنحط عليه
عريش من سينا. الله، ممكن انا عايزه حبه بحر. اهلا وسهلا. الو، ايه اللي حصل؟ هي سمعت البحر تقريبا، زعلت مني. هستناكي كلمينا تاني. استاذه سمر المخرجه بتاعتنا من سينا برضو هتجيب لي بحر برضو، صح يا استاذه سمر؟ ها، العريش الجميله. ايوه، هو كده نضرب الكلام اللطيف ده. معنا بقى الدقيق، هنحط عليه رشه ملح، بس انا حاسه ان البوله بتاعت الدقيق دي صغيره. حطيت على الدقيق رشه ملح، كوبايه ونص من الدقيق، وهنحط عليهم بقى ايه، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر وربع كوبايه او تلت كوبايه من الكاكاو الخام، يكون نوع حلو زي ما اتفقنا، علشان هيفرق جدا طبعا في طعم الكيك. ونقلبهم حلو قوي قبل ما نضيفهم على خليط البيض بالموز عشان نعمل بقى ايه، الكيك. بس كده اهو، حطها كلها. الكيكه دي هتطلع معاكوا تحفه، وهتلاقوها كده عاليه وطعم الشوكولاته واضح فيها ولذيذه اخر حاجه. كده هنقلب كده اتجاه واحد لغايه ما المقادير كلها ايه تدخل مع بعض. ونحضر صينيه بقى مدوره او صينيه الانجليش كيك براحتكم، ندهنها برضو دهنه زبده او دهنه زيت، ممكن نحط ورق زبده كمان. كده اهو معانا ام حماده. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، تسلمي. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يوفقك ويحسن ما بين ايديك. تسلمي لي يا حبيبتي. عامله غدا ايه النهارده؟ النهارده عامله كشك. يا عيني، افتحوا لي الباب انا جايه. ده حبيبي 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 الكشك ده. تنوري حبيبتي والله. تسلم ايدك، الف هنا وشفا حبيبتي. ده انت تنورينا يا ربي. يخليكي يا حبيبه قلبي. كنت عملتي قبل كده شيف مروه فراخ، وكنت قاسمه الفرخه كانت مقسومه نصين وحشتيها. كنت عامله كانت مخليه ولا ما كانتش مخليه؟ لا مش مخليه، هي فرخه قسمها نصين وفتحها زي السندوتش كده وحشتيها، بس انا مش فاكره بقى، كانت من فتره طويله. لا هشوفها لك الحكايه دي، هطلع انا عندي بقى، عندي اجنتات كده، هطلع الاجنتات وابص على الحكايه. انا عملت الطحينه ساعه ما عملتيها كانت طالعه تحفه. ايه رايك حبيبتي؟ بس نسيت والله. لا لا هعملها لك عينيا. احنا من وقت للتاني الوصفات اللي عملناها قبل كده لما بتطلبوها مننا بنعملها تاني طبعا. هي الفرخه دي كانت مقسومه نصين، حاطه زي السندوتش كده وحشيتيها رز. بس انا مش فاكره بقى ايه اللي بعد كده. هعملها مخصوص عشان خاطر حضرتك حبيبه قلبي. تسلمي لي، نورتيني، متشكره جدا. احنا معانا هنا كده بقى القالب اهو بتاع الانجليش كيك، نحط فيه خليط الكيك اللطيف ده وندخلها الفرن. الفرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها يعني 40 45 دقيقه. تابعيها، ما تفتحيش الفرن عليها قبل 35 دقيقه خالص عشان ما تهبطش معاكي. وبس كده، وهتاكلي احلى كيك. واحنا عاملين طبعا هناك اهو الكيك الخطير ده بالموز والشوكولاته، يجنن، هيعجبكم قوي قوي، وادعوا لي. استاذه سموره هتجيب لكم حالا اهو كيك، يعني مش اي كلام، خطير. ايوه طبعا، انتوا هي بص، هي باينه في الكاميرا انها غامقه قوي. ده مش ده عشان الكاكاو، بصوا اهو، خدي كده واحده اهو، اديها لنا كده يا استاذه سموره اللي في ايدي دي اهو، عشان هي باينه في الكاميرا كده تحس انها ايه سودة عشان الكاكاو، لكن بصوا اهي. بصوا يا جماعه، خطيره خطيره، جربوها وبالهنا والشفا. بس كده الحلقه خلصت. عملنا اول وصفه مع بعض، شويه مكرونه محمرين حلوين كده بالفراخ، يجننوا، سهلين كده، أوام طعمهم خطير، جربوهم وبالهنا والشفا. والوصفة التانية كيك الموز بالشوكولاتة، وصفة ظريفة جدا وسهلة، طعمها حلو قوي قوي، جربوها، الكيك هيبقى طري قوي، طعم الموز حلو جدا فيه، اهتموا بالكاكاو ان هو يكون نوع كويس علشان ايه يعمل طعم حلو في الكيك. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار. وعايزة اقول لآلاء المعدة بتاعتنا عشان عيد ميلادها كان امبارح، هابي بيرثداي تو يو، بحبك يا لولو قد الدنيا، وربنا يسعدك يا رب، وان شاء الله كده كل احلامك تتحقق، بحبك قوي.